يعاني فلاح ومربو الدواجن ببلدية الشحمي مشاكل عديدة جراء الغبار المستنشق والمتناثر من المحجر الموجود بإقليم البلدية، مما أثر سلبا على مردودهم الفلاحي وإنتاجهم من المحاصيل نتيجة الظروف الصعبة المتواجدين بها بمنطقة النشاطات التي نغصت حياتهم اليومية. غبرة وين الكهلو؟ ها هو خدام شحال خطر يهرب لي من الغبرة. ها هو خدام شحال خطر يهرب لي من الغبرة. تا واحد ما يبغي الآخر، ما قعدت بطاطا، ما قعد الآخر زيتون، اللوز. على بالعمي شكون غادي يعاودنا حنا؟ يجي يتهضر معاهم ويدور راسه. تروح ديك البلدية كيشوفوك يدور راسه. إذا السيد الوالي ولا شاف دايرة والبلدية هذه فوتها، شاف دايرة يجي يشوفوا، يجي يشوفوا رانا نكذبوا عليهم ولا نزيدوا عليهم، يجي يشوفوا رانا هنا 27. هذو ما يحشموش هذو. هي ماجية غير حدا سي التحمي بدا كيلومات، البيوض هنايا كيلومات، قلت يا مرانا وي في مانيش عارف كاع وين. ها راه الجاج، ها راه شوف الجاج، راه شوف الجاج الغبرة روح. ها راه شوف الجاج الغبرة روح. نحلوا الباب يجيف، ليه علاه؟ ومن بعد تقولوا الجاج غالي وتقولوا الجاج غلاوه الناس، هذي غلاوه الجاج، ما خلاونا نفلحوا، غلاوه الخضرة، ها الفول، ها شوف، ها الفول، ها الجبال، ها كروطة، والو، زقي وعاود، زقي وعاود، الأرض راهي بيضة. ومن جهتهم أطلق مربو الدواجن صفارات الإنذار للسلطات المحلية بضرورة التدخل لإنقاذ ثروتهم الحيوانية التي اختنقت جراء هذا الغبار المنبعث من المحل. الله يخليك خويا، انا رانا مغبونين في هذه البلاصه انا خويا، هذه ما قدينا لهاش، اقسم بالله ما قدينا. راه عندنا هذه المذبحه هنايا، شوف الغبره اللي راهي كاليتنا هنايا، راه بيهجرونا، ديجا هجرونا، ما خلوناش انا نخدموا خويا. راهم يقولوا كاين رقابه، كاين جزائر جديده، ما كان لا رقابه لا جزائر جديده، زادت رقدت، زادوا هادو تخاو، كاريال في وسط مدينه. الناس مرضه منا السكان، مرضه منا البطيخ يمسحوه بالماء باه يبيعوه. البطيخ لما ما تشوفه من بعيد تشريه، بعينك تشريه. البطيخ قري تمسحه بالماء تغسله با تاكله. واش باغي نقول لكم؟ الله يهديكم. ولمعرفة رأي السلطات المحلية من هذه القضية، اتصلنا هاتفيا برئيس البلدية وحاولنا مرارا وتكرارا الاتصال به لكن دون جدوى لأسباب مجهولة، ليبقى هؤلاء يعانون بعيدا عن الأنظار.